صاحبتي كانت حكت لي عليك وقالت لي انك انت سرك بايت صراحه. ربنا سبحان الله. بقى ما تقوليش كده، ما تقوليش كده، احنا كدابين ده، بس هو كل شيء اراده من الله، صح ولا الكلام ده صح؟ الدجال لخبطني جدا اول لما قال لي احنا كدابين. معقول يعني يبقى كداب ودجال ويعترف؟ ايه ده بقى، يبقى ده دجال ولا ايه؟ انا حصلت لي مشكله كده لما جيت اتجوز. هو انا كنت اعرفه من زمان، يعني كان انسان كويس جدا، بس بعد ما اتجوزت اهلي وقفوني في الموضوع، ما كانوش بيحبوني، كانوا بيغيروا مني عشان انا وحيد اهل. انا مش عارف الحكايه تفاصيل. طيب عايزك تحكي لي لقيت بيقول لي الاسم والسكن والالوان وهو فين وعايزاه ولا مش عايزاه، بس صح الكلام؟ هو اسمه احمد الوان. احمد امي. امه اسمها ساميه. ساميه. امه اسمها امي. اميه؟ امه ولا اسمها ساميه؟ ساميه. وانت اسم حضرتك؟ انا اسمي سلمى. بقى سلمى. وامك؟ اسمها منى. منى. انت ساكنه فين وهو ساكن فين؟ انا ساكنه في مدينه نصر وهو ساكن في مصر الجديده. شارع ايه؟ في الاوتوسترات. اما هو ساكن فين دلوقتي انا ما اعرفش. هو ساكن فين دلوقتي انا اعرف عنوانه القديم، بس هو بيتنقل. احنا نعرف انت. تمام. انت نعرف ورقة. حضور حضور بس يا عمان مرة مرة كنا عندك بارك الله فيك وعليك بارك الله فيك وعليك. وهنا بقى ابتدينا ندخل في الجد، وبدأ ينده على الجن اللي المفروض انه بيخدمه. اقفل ايدك اليمين. لا حطي كل حاجه فيك واقفل ايدك اليمين. اعمل ايه؟ اقفليها. اقفلها ازاي يعني؟ كده؟ اقفليها كده واديني كل حاجه. سلمت عليكم بالله. لا اله الا الله. الله اعز ولا حول ولا قوه الا بالله. امن مصروح الالوان وداخل البحث على كل شيء كان. إذا كان في أمل، الحب بتاع طريقة لطريقتها، وفي أمل للرجوع، أيوة، المشي ذراعها من كتفها، كان في أمل، والتاني ذراعها على وجهها، مفيش أمل، بعد ذراعها هناك أو يمين، رحت لحد قبل كده أنت شفتي. طب اجي لك اول. رحت لحد وخدت حاجه عملتيها؟ شفت الفنجان عند مين؟ شفت الفنجان عند واحده ما اعرفش حتى اسمها ايه. جبت لك ايه؟ ولا فهمت حاجه ولا عرفت حاجه. اللي راحت اول. ولا عرفت حاجه. واحده واحده عليها. لا ما رحت. تكون بطريقة طفلية كاملة من أحلى أرض. لسه ما رحناش الأول. أنا بشوف على شخصية الوالدة مننا. الطريقة عندها لمسة من مدة كبيرة. اسمه أمه إيه وسته إيه؟ اسمه أمه سوسن وسته عمري ما سمعت عنها، عمري ما سألت على اسمها. أني ست؟ طيب يا سوسن بنت حواء. اصلا وهو اسمه احمد ابن سوسن. بقى احمد ابن سوسن بنت حواء. بنت حواء. وابوه؟ ابوه اسمه علوان. انا قلت لك طبعا انا قصدت لخبط له اسامي الناس اللي انا بتكلم عليها في تاني مره هو بيسالني فيها، انه ياخد باله اني غيرتها. ابدا لا. وايه في الاول اهو لقيته بيستشهد بايات قرانيه ودين. والله يا حاجه تلخبط. لا قريته بايش علشان خاطر دلوقتي في قلق، عشان خاطر دلوقتي في قلق لكله. تمام ليك سؤال. انا احنا بنقول ايوه. إذا رفع كاملة للجوبة رسمية تبقى 15-11. يبقى كام؟ 15-11. بس أهم حاجة
انك تشيليه من دماغك. فهمتيني؟ انك انت طول ما تحطها في دماغك هتشيلينا احنا. سمعني يا عم الحاج؟ تشيليه منين؟ من دماغك. يا رب هتصل بيه، يا رب هيكلمنا، يا رب هتصل بيه هتعملنا قلق. لكن احنا حاجه اسمها ايه؟ يجي بالهواء القبول على الشرعيه الرسميه. بالتحويطه بالكل زي ما بنقول، بالتحويطه العامه. واهم حاجه اذا كنا هنشتغل مع بعض في الشغل، عندها شقه في البيت على باب الشقه من بره، تاخد مطمار في الجنب ده، مطمار في الجنب ده، مطمار في الوسط. ايوه، بحيثا عندها اعداء هي ما عندهم كلهم، حد بتقول هي محبه للدنيا. والمقدسه اللي قايمه بالعمليه ده مش هتروح كنيسه، هتروح فين ولا ايه؟ هات من اخرها. كان شغل معروف كرتون، انا هات من اخرها ايه. هنا بقى الدجال ابتدى يحسسني ان الموضوع خارج من ايده، وان الاسعار العفاريت هي اللي بتحددها، وبيقول للمقدسة تمام مفيش مشكلة، هي عارفة ان الكشف في 50 جنيه. وصار الكلام في الزوكة كانت في 450. تم رجعت من الزوك وبدأت عمل ضمير في الفين. رجعت من الزوك من طرف شيء اتحمل مسؤولية.